السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف صحه وخير. معانا الفيديو الثالث يا شباب في الاناتومي لسنه اولى. شباب موضوعنا حاجه اسمها الاناتوميكال بوس بلينز، الاناتوميكال بلين، صح كده؟ يعني ايه كلمه اناتوميكال يا عم محمد؟ قلت لي يعني والله بص ابو حميد، يعني تشريحي. كويس جدا، جايه من اناتومي، يعني اناتوميكال يعني حاجه تشريحيه، الصفه من كلمه اناتومي، يبقى اناتوميكال الصفه من اناتومي، وبلينز يعني مستويات، يعني مستويات يا شباب انا هقطع فيها، انا هقطع ايه فيها. طيب كويس جدا. اول مستوى يا شباب، يعني انت دلوقتي انت بتدرس ماده اسمها تشريح، فانت لازم تعرف تشرح الجسم ازاي. يعني اشرح الجسم ازاي؟ انا ممكن اقطع محمد بالطول من قدام، ممكن اقطعه برضه بالطول بس من الجنب، اهو بالطول اهو بس من الجنب، وممكن اقطعه بالعرض، صح كده؟ طيب ده اللي احنا هنقوله دلوقتي. اول وضع يا شباب او اول مستوى يا شباب النهارده هناخده سوا هو اسمه السجيتال برين. يعني ايه كلمه السجيتال برين؟ برين يعني مستوى، والسجيتال يعني راسي، يعني تقطيع راسي او عمودي او طولي، نفس الكلمه، تمام؟ او في ناس بتسميه سهمي، يعني في ناس بتسميه سهمي، المهم سميه زي ما شباب. قالك ان السجيتال بلين ده، قالك ان السجيتال بلين ده يا شباب الخير، كانك بالظبط جايب محمد بالظبط، بص بقى اهو، كانك جايب محمد وبتقسمه النصين كده بالطول من قدام، مش ده اللي قدام بتاعي صح؟ ماشي اهو، كانك جايب محمد تقسمه النصين كده يا شباب، اهو نصين بالظبط هم، صح كده؟ نص اهو شمال ونص ايه؟ يمين، صح كده يا شباب؟ ده اللي احنا بنسميه السجيتال بلين. يبقى لو انا قلت لك يعني ايه سجيتال بلين، تقول لي لو الجسم يا شباب اتقسم لليفت، ليفت يا شباب يعني شمال، مش الليفت اللي انتوا بتاكلوه الله يكرمكم. ايوه اصحى معايا، ليفت ايه؟ هناكل دلوقتي، ما فيش اكل النهارده، تمام؟ ليفت يا شباب يعني شمال ورايت. يبقى لو انت قسمت الجسم لليفت ورايت يبقى ده اسمه السجيتال بلين، اللي يقسمه او المستوى اللي يقسم لك الجسم بتاعك لشمال واليمين، شمال ويمين، اسمه السجيتال بلين. جميل جدا، يبقى ده السجيتال بلين يا شباب. تاني اهو، وهيظهر هنا صوره ليه، ماشي شباب؟ طيب قال لك والله يا عم محمد لو هذا السجيتال بلين اللي بيعدي او اللي بيقسم لي النص او الجسم بتاعي الليفت والرايت عدى بحاجه اسمها الميديان بلين، فاكرينه في الفيديو اللي فات اللي هو كان بيعدي بالنص بتاعي بالظبط، تمام؟ يعني لو انت دلوقتي شرحت الجسم بتاعك او اخدت مقطع طولي يعني في جسم الانسان، وكان هذا المقطع الطولي اللي انت اخدته اللي هو السجيتال بلين ده منطبق تماما على الميديان بلين، يعني على المنصف او الخط المنصف للجسم بالظبط، هنسمي السجيتال هنا بالميد سجيتال. يعني ايه الميد سجيتال؟ يعني السجيتال او الخط او القطاع الطولي اللي بيعدي بمين؟ اللي بيعدي بنص الجسم بالظبط، اهو بيعدي بنص الجسم بالظبط كده، يبقى هو بالتالي قسم للجسم لليفت والرايت، يعني الشمال واليمين، والاثنين قد بعض، الاثنين قد بعض. لو الاثنين قد بعض يا شباب بنسميه ميد سجيتال. يعني ايه ميد؟ يعني ميدل، معدي في النص بالظبط، وساجيتال يعني طولي، فاحنا سميناه ميد ساجيتال، يعني المستوى الطولي اللي بيعدي بالنص بالظبط. وطالما هو عدى بالنص بالظبط يبقى هو منطبق على الميديان بلين او على الميدل بلين، اللي هو الخط اللي احنا اخدناه الفيديو اللي فات اللي كان بيقسم للجسم الايه لنصفين متطابقين. وبالتالي هيبقى عندي هنا الميد ساجيتال ده يا شباب هيطلع لي ايكوال سايد. ايكوال سايدز يعني ايه ايكوال سايدز؟ يعني الرايت بتاعي او الجنب بتاعي اليمين او الشمال قد اليمين بالظبط، لانه معدي بالنص بتاعي بالظبط. طيب ده بالنسبه يا شباب للسجيتال، لو انا اخدت او اتكلمت عن الميد سجيتال. الميد سجيتال يعني الخط اللي بيعدي، الخط الطولي اللي بيعدي بالمنصف بتاع الجسم بالظبط. طب افرض بقى يا عم محمد ان انا ما قطعتش في النص بالظبط، انا قطعت بالطول اه ومن قدام، يعني قطعت سجيتال، بس انا جيت فين؟ جيت في الجنب شويه كده، قطعت كده. اه والله قطعت كده، لاحظت حاجه، لاحظت ان الجنب ده شباب ماشي، اللي انا كانك قطعت كده، بص قطعت كده بالظبط مثلا، ماشي اهو، يعني وشي بقى كله الجنب التاني، بقى على الناحيه اليمين، وشي بقى على الناحيه اليمين، صح كده؟ هل كده التقطيع بتاعي لو انا قطعت كده، هل الجزء الشمال ده اصبح يساوي اليمين؟ لا طبعا، لا مستحيل،
صح كده يا شباب؟ اذا الجزء الشمال ده اصغر من الجزء اليمين، تمام؟ طب لو انا قطعت برضو كده ده اسمه ساجدال برضو، صح كده؟ طولي. طب هل الجزء اليمين زي الشمال؟ لا طبعا. اذا هذا النوع من التقطيع الطولي الامامي اللي هو الساجدال بسميه بارا ساجدال. بارا يعني ايه شباب؟ قال لك كلمه بارا في اللاتيني تعني مجاور، يعني جنب الساجدال الطولي الاساسي، فبنسميه ايه؟ بارا ساجدال. فاهمين يا شباب؟ بارا ساجيتال يعني لو انا قطعت الجسم بتاع الانسان بالشكل كده من الجنب ده كده، يعني بعدت عن النص، ده النص يا شباب، ده الميد ساجيتال. الميد ساجيتال يعني في النص بالظبط، على الميديان بلين، على الميديان بلين. لو انا قطعت شمال شويه يبقى الشمال مش قد اليمين. طب لو انا قطعت يمين شويه يبقى اليمين مش قد الشمال، فبالتالي بنسميه بارا ساجيتال. لو جات لاحظت يا شباب ليه اسم البارا ساجيتال ده ليه اسم تاني بس مش شائع قوي، بنسميه لونجيتودينال بلين، يعني المستوى الطولي، تمام؟ وهنا قلت لك هنا لا يمر بالميديان بلين. ما هو الميديان بلين يا شباب تاني هو اللي في النص بالظبط، تمام؟ هو بيمر بيه ولا ما بيمرش بيه؟ لا يمر به، بيمر مثلا من هنا كده، بيقطع من هنا او بيقطع من هنا كده، تمام؟ فبالتالي بنسميه ان هو ما بيعديش بالميديان بلين. وبالتالي اعرف استنتج او اقدر اقول لك ان هو سن الجسم بتاعي ل ان ايكوال سايدز، يعني جنبين غير متساويين، يعني الرايت لا يساوي، اهي كاتبها لك انا هنا اهي، الرايت لا يساوي الليفت، الرايت لا يساوي ايه يا شباب؟ الليفت. ده شباب الخير كان بالنسبه للساجيتال بلين. يعني يهمني تعرف فيه ايه؟ تعرف فيه حاجتين اتنين مهمين قوي، ان هو بيقسم الجسم الشمال واليمين لانه طولي، صح؟ طولي ومن قدام، من قدام يا شباب يعني كده من قدام اهو، فاهميني؟ فبيقسموا الشمال واليمين ليفت وسايد ورايت سايد، وقد يكون الليفت سايد والرايت سايد قد بعض بالظبط فبيسميه ميد ساجيتال. ميد ساجيتال بيكونوا قد بعض، الجنبين بيكونوا قد بعض لانه بيعدي من الميديان بلين او الايه المستوى المنصف للجسم. ولو كان الخط الطولي الامامي ده لا يعبر او لا يمر بالخط المنصف بالظبط، يعني كان هنا شويه او كان متطرف شويه شمال او يمين، فده يبقى هو لا يمر بالميديان برين، وبالتالي الرايت والليفت سايد مش هيبقوا قد ايه؟ قد بعض. ماشي شباب؟ ده بالنسبه للسجده. تعال نخش على النوع الثاني يا شباب، هو اسمه كورونال بلين. يعني ايه كلمه كورونال يا عم محمد؟ قال لك بص كده، كلمه كورونال دي هي في اللاتيني معناها تاجي. بص كده، هي دي معناها تاجي. تقول لله ده انا عارف ان كراون بالانجلش يعني تاج، فاكرين انتوا التاج يا ولاد؟ التاج، التاج كان زمان عامل، عارف انت البتاع اللي البنات بتلبسها اللي هي عامله زي الايه؟ في بتاع كده اسمه ايه؟ بيسموه ايه؟ والله ما انا فاكر. اللي هو بيمسك الشعر اللي هو ايه؟ بيقوم عاملينه كده، يقوم ايه؟ ضوم الشعر لبعضه، ما اعرفش بيسموه ايه؟ طوق، بيسموه طوق تقريبا. الحمد لله جبتها، الحمد لله، كنت هتضرب دلوقتي بالنار. طيب، فالطوق ده بيكون عامل كده، الطوق بيكون عامل كده، صح؟ صح كده؟ بيكون عامل كده زي ايه؟ زي التاج يعني. فهو قال لك ايه؟ قال لك والله يعني التاج ده او الطوق بتاع البنات اللي بيلبسوه ده بيكون عامل كده، صح؟ تمام، بيكون كده اهو مثلا، بيكون كده. فبيقسم لي الجسم او بيقسم لي الراس لجزء امامي، صح؟ جزء امامي، يعني هو محطوط كده يا شباب، بصوا كده، هو محطوط كده التاج اهو. فبيقسم لي الراس دي بيقسمها لايه؟ لجزء قدام، لجزء اهو، تاج اهو، تاج فوق راسي اهو، تمام؟ هيقسم لي الراس بتاعتي لجزء امامي وجزء ايه؟ خلفي، فسموا كده كلمه كورونال بلين اللي هي جايه من كراون يا شباب، جايه من كراون، تمام؟ فسميناها ايه يا شباب؟ سميناها كورونال ايه؟ بلين، يعني مستوى تاجي. يعني ايه يا عم محمد انت عايز تقول لي؟ انا فاكر من الفيديو اللي فات ان كلمه انتيريور يعني امامي وبوستيريور يعني خلفي، فالكورونال انت شرحته لي ان هو بيقسم زي كورونال جاي من كراون اللي هي التاج بتاع الملك او الملكه، فكان بيقسم الدماغ بتاعها لجزء امامي وجزء خلفي، فبالتالي احنا سميناه انتيريور وبوستيريور. يعني هو بيديفايد او بيقسم الجسم بتاعي فيرتيكالي، برضه فيرتيكال يعني ايه؟ يعني عمودي يا شباب، بيقسمه عمودي اهو، هو نازل عمودي على الجسم، نازل عمودي اهو، فاهم؟ كانك بتقطع كده، كانك بتقطعني كده، فهو انا بقطع فين؟ عمودي، صح كده؟ تمام جدا. يبقى هو بيقطع عمودي او بيديفايدد، يعني بيقسم بيديفايد، قصدي اسف، بيديفايد الجسم او البودي، بيقسم الجسم بتاعي فيرتيكالي، تمام؟ لمين ومين؟ ها؟ لانتيريور اند انتو، يعني الى، ماشي؟ انتيريور بارت يعني جزء امامي وجزء ايه؟ وجزء خلفي اللي هو بوستيريور بارت.
يبقى انا عرفت دلوقتي حضرتك ان الكورونال بيقسم لي الجسم الانتيريور انتيريور وبوستيريور بارت، وممكن اقول على الانتيريور من الفيديو اللي فات برضو ان هو بيقسمه لي جزء قريب تو فرونت للمقدمه لمقدمه الجسم، وجزء بيقسمه لي بوستيريور تو ذا باك اوف ذا بودي، يعني بيقسم لي او بيكون الجزء الثاني اللي هو البوستيريور ده قريب لايه؟ للظهر. ماشي يا شباب؟ طيب بعد كده يا شباب الخير في عندي حاجه اسمها الهوريزونتال بلين. الهوريزونتال ده سهل جدا، انا اللي هو بنسميه العرضي. العرضي يا شباب اللي هو ايه؟ اللي هو كده كده يا شباب، تمام. لو انا جيت قسمت محمد مثلا بالعرض اهو، جيت قطعته كده، اقطع يا باشا جزء فوق وجزء ايه؟ جزء تحت بس. فالهوريزونتال يا شباب بلين او المستوى العرضي كانك بتقطع الجسم بتاعك بالعرض اهو، كانك بتقطعه بالايه بقى؟ بالعرض. ركز في الكلمه، هو اسمه اصلا اسمه هوريزونتال، يعني ايه؟ عرضي، عرضي او مستعرض، تمام. يعني بالعرض كانك اخذت سيكشن او قطاع، ماشي، قطعت مثلا الجسم اهو بالعرض، فبنسميه هوريزونتال بلين. تاني يا شباب الخير الهوريزونتال بلين ده هي ديفايد، يعني هيقسم لي كم الجسم بتاعي بالعرض، قسمه لي ها لجزء علوي سميناه سوبيريور اور ابر بارت، وجزء سفلي سميناه انفيريور اور لور بارت. ماشي يا شباب الخير؟ يبقى انا كده اللي عايزك تعرفه يا شباب ان السيجيتال بلين، ماشي، هو المستوى اللي بيقسم لي الجسم بتاعي لشمال واليمين، وممكن يكون الشمال ده متساوي مع اليمين فبسميه ميد ساجيتال، وممكن يكون الشمال مش متساوي مع البلين فبسميه البارا ساجيتال. وعرفت كمان يا شباب ان في عندي كرونال بلين اللي هو التاجي اللي شبه التاج، عشان ما انساهوش وما اتلخبطش. التاجي يا شباب عامل كده زي الطوق بتاع البنت بالظبط، والطوق بتاع البنت ده بيقسم الراس بتاعتها لجزء امامي وجزء خلفي، يبقى الكرونال بيقسم لي الجسم برضك لانتيريور بارت، يعني جزء امامي وجزء بوستيريور بارت، جزء خلفي. بعد كده اتكلمت في الهوريزونتال او العرضي، دي سهل جدا، واحد بيقطع كده بالعرض بالظبط، يبقى انا قسمت الجسم للسوبيريور والانفيريور. سوبيريور يعني علوي، وانفيريور يعني سفلي. بس كده يا شباب، ده كان موضوع الفيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو سهل ولذيذ ومفهوم، واشوف وشكم على خير. يلا بيس.